شبيك لوين رايحة؟ ولسه عم تسأل؟ بعد كل يلي صار؟ هذا عقابي لأني وثقت فيك؟ إيه طيب، أنا معك إنه الطلاق جزء من خطتنا، بس اطلع الأوراق والتواقيع صاروا حقيقة. أنا أمنت فيك ووقعت على الأوراق، وهلأ خلص. بما إنه يلي بيناتنا انتهى، ليش حتى أبقى بهالبيت؟ تواقيع؟ أي تواقيع؟ ما في تواقيع هون. ما رح تلاقي تواقيعنا، لأنه نحن استعملنا هالألم هاد. شو ما كتبتي بهذا الألم بينمحى خلال 5 دقائق، لأنه يا ست هذا الحبر سري، ومشان هيك بحب قلك إنك لساتك مرتي وعلى زمتي المدام جودان أكشات جندال. نحن ما طلقنا أبدا، اطمني، ما في داعي تعصبي وتتضايقي كل هالقد. بس أنا فكرت إنه طلقنا وكل واحد صار لحاله؟ أنتِ ما بتتذكري شو قلت لك عن هالضوء؟ أنا ما علقت لك إياه برقبتك على الفاضي. هذا الخيط الأسود هو ذكرى ووعد مني لأبقى معك لآخر العمر يا جدان. أنا مستحيل أنهي زواجي منك لو شو ما صار. كيف عم تكذبيني ومعي الدليل؟ بحياته ما كان في أي شيء بيناتنا ولا حتى رح يصير. خلص بكفي تتصرفي وكأنك لساتك مرتي. عم تفهمي؟ بس جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية.